يا نهار اسود، قوم يا زفت قوم. بس طب براحتك بقى، انا همشي صاحبك اللي مستنيك بره. مين اللي واقف على الباب؟ وانا عارف لهم اسم، اصحابك كلهم شبه بعض. قوم. مين اللي قاعد على الباب دلوقتي؟ بحارس. قمت دلوقتي ها؟ شكرا يا ماما، مش هحتاج اغسل وشي. عارفة عديت من جنب مين امبارح؟ مروانة. يا بنتي مروانة، مروانة صاحبة احمدة. سيكو سيكو بنتي احمدة. طب بغض النظر عن الهبل اللي عمال يتقال من الصبح ده، هعمل نفسي مش فاهم حاجة. لو كلب بعرف يوم اسمه مدحت هتخليه اسمه ايه؟ مدحتة؟ يا بابا انا عندي واحدة صاحبتي اسمها مروانة لا لا ماما، خد يا كلب العرب انت. طب مين اللي يخرب بيتك؟ هي يا حبيبي قولي بصراحه ومن غير مجامله، ايه رايك في المكرونه؟ بص يا ماما بصراحه كان بس محتاجه شويه ملح. انا اكلي ناقص ملح يا كلب البحر. جميله جدا يا امي، بسم الله ما شاء الله تحفه، حلو قوي. هنكدب بقى يا كلب البحر، اذا كان انا اصلا شايفاها ناقصه ملح عشان انت تحط ملح وانا بعمل الاكل يا كداب. الواد راح يجيب فطار ولا ايه يا حمد؟ ايه كل ده ولسه ما صحيتش لحد دلوقتي؟ اسد يا ركيس. صباح الفل يا بابا، بتعمل ايه؟ يا حاج صاحي من الساعة 6 الصبح، حضرتك عارف بقى الجيم والرياضة لازم اقطعها من يا دي انت حد هو الحاج. طب تمام يا حبيب ابوك، خلص بقى الجيم بتاعك ده وانزل هات فطار. بابا يا ماما يا حاج انا بغرق في الدولاب. قول لي يا بيه، انت اخر مرة نزلت فيديو على اليوتيوب كان امتى؟ اخر مره من تقريبا 3 4 شهور كده. وحياه امك وانت مش عارف الناس ازاي بتاكل وش في الشارع تقول ابنك ما بينزلش فيديوهات. بس ادي اللي بقى عايزك عشان تشتغل حاجه نظيفه اهو. شايفه ادي يا مدري فيديو جديد ان شاء الله هننزله النهارده الساعه 5. وحياه امك بتضحك عليا تقول جهاز فيديو فيديو بقى بجهازه. سلسله جديده بقى جايه جامده ان شاء الله من القلم السحري. لا والله يعني خلاص خلاص الفيديو هننزله النهارده الساعه 5. طب ده ايه القلم السحري ده؟ القلم السحري ده قلم سحري بتكتبي بيه اي حاجه بيحل لك كل الاجابات. انا هحرقه لك يا امي، ما تصبري حضرتك غير لما ادمان جوينز الساعه 5 النهارده وبيتفرج عليه. يا توم طب ماشي تعالى بقى انزل عشان عليك تجيب شويه طلبات من تحت. نعم يعني انا بقول لحضرتك ما انتش الفيديو نازل النهارده الساعه 5 تجيب حتى طلبات ازاي؟ نبي انت والفيديو والمونتاج والزمكشات بتوعك دول هتنزل تجيب طلبات ولا لا؟ يا رب لا مش لسه هتقفل فيه عليا النعمه هتقف على وشك. لو على ايه ده هتطلع النبي استهبل لك؟ ما عايز اجيب الطلبات وما انتش ولا في الطريق ولا عايز اعينك. حاضر. يا اسطى انا بطني كل مره بتبقى قبل الامتحان. ايه ده بقى كده؟ ايه ده ما توصلنيش عشان انا بص على مستريح للماده اللي عندك. فاهم يا اسطى ولا مستريح كمان للمراقب اللي هيجي. المراقب ما تقلقوش، اللهم حلمة النهارده ان المراقب جاي علينا الشاب زينا كده ويبقى فرفوش ويظبط لنا الدنيا. اسمع من بقك ربنا يا رب. ولا قول لامك ما تحلمش تاني.